لأنه غيرت واقع البلد. مسؤولية عليكم كبيرة، وأحييكم مرة ثانية هالقرية، وأمبيكم كل مسيرة تطلعون في هالقرية. مو شرط يجي ناشط، مو شرط يجي نادر عبد الإمام، أو يجي سيد يوسف المحافظة، أو نبيل رجب، أو ألا أنتون بروحكم لازم عليكم مسؤولية. تبون تغيرون تطلعون بروحكم. لما يصير دعوة من القرية، نساء رجال كبار اطلعوا، هذا واجب على كل القرية. أنا ساعة أنا بيتي في جدحاص، بس لما يقول في دعوة أجي، وساعات حتى لو ما أدري في مسيرة أسأل في مسيرة الليلة في أي قرية أروح أشارك، لأن أحس القعدة في البيت أنا إنسان ما قاعد أسوي شيء. ناس قدمت أرواح شهداء ماتت، ناس موجودة في السجن، وأنا مو معقول أن أمارس حياتي الطبيعية. أوكي أروح الشغل، أقعد يا أولادي، أطلع، بس لازم أعطي الثورة جزء من وقتي. وانتون المطلوب منكم في القرية يكون لكم مسيرة الليلة الساعة 7:30 تطلعون، مسج واحد يطلعكم، شارك فلان ما شارك فلان، انتون لازم تطلعون. وانا شارك قبل هالليلة كان حضور اقوى في هذه القرية. اتمنى الدعوة الجاية وشارككم ان شاء الله. وانا عندي وعد، تتذكرون في عيد ميلاد نبي رجب شنو وعدكم؟ ان شاء الله اول ما يفرج على الاستاذ نبيل رجب اقول له ان قرية القرية اول قرية قامت عيد ميلاد لك يا نبيل رجب، وتستحق زيارتها كاول قرية. بس يعني عودوا روحكم على الخروج في المسيرات من غير ما يجيكم ضيف من برا. صمود صمود. اشوف ايدكم علامة النصر. Thank you.